الوضع الميداني على الأرض في أنحاء قطاع غزة، معنا فيه من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك بشير. جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في تفجير في تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة. يبدو أن هناك تفاصيل أيضا في الوضع الميداني لديك أو المستحدث، فما المستحدث في هذا الوضع؟ تحية لك حساني، دعني أبدأ بالحديث عن هذا العاجل الذي ورد للتو عن قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مدرسة في منطقة حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة. هذه المدرسة التي تأوي أعدادا من النازحين الفلسطينيين. هذا القصف بشكل مبدئي أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. لا زالت سيارات الإسعاف تهرع إلى هذه المدرسة المستهدفة وتقوم بالبحث وانتشال مصابين والشهداء من تلك المنطقة. هنا في جنوب قطاع غزة وتحديدا في منطقة المواصي إلى الغرب من مدينة رفح، الطائرات الحربية المسيرة استهدفت كذلك سيارة مدنية كانت تسير على الطريق الساحلي في تلك المنطقة التي تتبع إلى منطقة المواصي في الغرب من رفح، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتقاء شهيدين إصابة أكثر من 12 فلسطينيا ممن كانوا يعيشون أو يعيشون في داخل هذه المنطقة التي تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة، وطلبت من الفلسطينيين بالنزوح إليها منذ اليوم الأول للعدوان. في أيضا هناك أعداد كبيرة من الشهداء الذين تمكنت الطواقم الطبية من انتشالهم من داخل مدينة رفح. هناك حديث يدور عن تمكن الطواقم الطبية من انتشال 5 جثامين لشهداء فلسطينيين كانوا قد ارتقوا جراء العمليات الإسرائيلية المستمرة بحق مدينة رفح، والتي بدأت العملية العسكرية فيها منذ 6 مايو الماضي، ولا زالت هذه العملية مستمرة حتى هذه اللحظة. القصف الإسرائيلي المدفعي مستمر في المناطق الشرقية لمدينة رفح، كذلك الآليات العسكرية الإسرائيلية تقوم بتدمير الوسط، فيما يقوم الاحتلال الإسرائيلي كذلك بتدمير المربعات السكنية عبر تفخيخها ومن ثم تفجير هذه المربعات السكنية الواقعة ضمن إطار الحي السعودي الأول والثاني وحي تل السلطان في المناطق الوسطى لمدينة رفح. فيما يتعلق في وسط قطاع غزة وتحديدا في مخيم البريج، كذلك انتشلت الطواقم الطبية جثامين لـ5 شهداء ممن كانوا قد استشهدوا يوم أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مجموعة من المنازل في المنطقة الشرقية الشمالية لمخيم البريج. اليوم تمكنت الطواقم الإغاثية من الوصول إلى تلك المنطقة وانتشال هذه الأعداد من الجثامين، وبالتالي نحن نتحدث عن وصول ما يزيد عن 20 فلسطينيا ما بين شهيد تم استهدافه في هذا اليوم وبين عمليات انتشال في المناطق المتفرقة إلى مستشفيات قطاع غزة بشكل عام. حسان، إذا تطورت متلاحقة والمستحدث سوف نكون معك فيه بالضرورة حول ما يجري على الأرض في هذا الوضع طبعا والمستهدفات الإسرائيلية ضد أنحاء قطاع غزة. في خان يونس كنت معنا بشير جبر، أشكرك شكرا جزيلا.